اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتابعين، نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد منا، ولا تنسى الضغط على اللايك لتشجيعنا على عمل كل جديد اليك. نرجو منكم كتابة المواصفات في التعليقات والشخص المناسب سوف نتواصل معه. لا تنسى اللايك. مطلقة جادة في إيجاد نصفها الآخر، شخصيتها محترمة طيبة على قدر من الجمال، من غير أولاد. الطلاق بسبب اختلاف الأطباع والأفكار. تحترم جميع الأفكار ولكنها تؤمن بنفسها كثيرا. إنسانة تشعر بالآخرين، حساسة جدا، ذو قلب كبير. لا تنسى كتابة مواصفاتكم في التعليقات والشخص المناسب سوف نتواصل معه، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد منه. ولو لسه ما اشتركتش اشترك الآن. هي تحب بصدق، تكره الخيانة ولا تسامح فيها أبدا مهما كان المبرر. تريد شخص يخاف الله، محترم، شيك في المظهر، رياضي، مطلق أو أرمل أو أعزب، ما عندي مانع. شكلها أصغر من عمرها. تتمنى شخص متعاون، شخص حنون، ذو شخصية سهلة، حساس، يقدرها ويحبها ويعطيها مكانتها. أرجو منكم كتابة مواصفاتكم في التعليقات والشخص المناسب سوف نتواصل معه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد منه. ولو لسه ما اشتركتش عليك الاشتراك الآن. لا تنسى اللايك لتشجيعين على عمل كل جديد إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.